بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع العرب وغير العرب من يستمعون إلى الجزء الأول من رواية ست شامية وعنوانه هاشتاج كورونا تجب ما قبلها. طبعا كورونا اندرسكور ما او تجب اندرسكور ما اندرسكور قبلها. هذه الصيغة هي صيغة التويتر، يعني سنستخدم اليوتيوب والتويتر لكتابة الجزء الأول من الرواية. وسوف يعني هناك تقنية لكتابة الرواية لحل مشكلة الثقافة فيما يخص الرواية. سوف تكتب الرواية باللغة الإنجليزية، ثم تترجم للغة العربية. نذكر لكم، طبعا أنتم تسمعون كلامي لأن الرواية أو الجزء الأول هو في غيب المستقبل، وهذا ما سيكتب في الرواية في الجزء الأول. الرواية ستتكلم، وهي رواية ليست خيال بل واقع، لأنه الآن لا مجال لكتابة الخيال العلمي. يعني كورونا غيرت تكهنات المستقبل، كورونا أحدثت في الزمن أو هي الفاصل بين زمن أو مجموعة العلماء والأدباء. طبعا العلماء في الرواية لا تجد كلمة علماء، يعني كلمة علماء هي كلمة خاطئة، ليس هناك عالم. ما ذكر في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون، منزلة العلماء يعلمون والذين لا يعلمون، فليس هناك عالم لا في العلوم ولا في الحساب الخمسة مناهج في العصر الحديث أو في المدنية الآن، لأن العلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني العلم دنيوي للبشر وليس آخر. علم الآخرة هو علم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، أما علم الدنيا فهم لما دون الأنبياء. فانتهى علم الآخرة ببعثة
النبي الذي قال عن نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنحن العرب، والعرب هم من ثقافتهم عربية يقرؤون بالعربي، وغير العرب ثقافتهم بلغتهم، يعني الروس ثقافتهم روسية، فالثقافة مربوطة باللغة من ناحية القراءة وليس من ناحية الثقافة الاجتماعية. يعني هناك فصل بين الثقافة الاجتماعية والثقافة العلمية. ومنهج العلم الدنيوي هو في خمسة تلخص في كلمة سمارت: ساينس، على اعتبار الساينس العلوم. طبعا الرواية لن تعرف تعريفات سابقة، يعني ما هو الساينس، ما هي العلوم. العلوم هي العلوم. اسمع، ما عرفه الناس يعني في التعليم، التعليم بدأ لمدة قرن الآن في المناهج هذه خمسة، يعني كل مدارس العالم فيها الخمسة المواد اللي هي ساينس، ماث، آرت، وريدينج، وتكنولوجي. يعني في الابتدائي نتعلم القراءة والعلوم والحساب، قراءة وعلوم وحساب، هذه ثلاثة. اللي هي ساينس وماث وارت. الفنون، الارت هي الفن، سواء كان موسيقى او غير موسيقى وكذا، هي الفن. يعني مادة التعبير هي ارت، حتى التعبير، الرياضة، كلها تدخل في الارت. اللعب، لعب الشطرنج ولعب الآرت، لأنه ما تحتاج إلى، والموسيقى واو، يعني تحتاج إلى هواية، يعني الآرت هو الهواية. طبعا الجزء الأول، الكلام الذي أتكلمه للعرب والذي سيكون كتاب مقروء، يعني سيكون كتاب مقروء. الكتاب المقروء ايش هو؟ هو انه الان موجود اوديو بوك، في كتاب وفي واحد يقرأ، فهذا الكتاب مقروء وليس هناك كتاب، من يريد ان يكتب يكتب. ولكن هو كتاب، ليس الرواية إنما شرح. طبعا فيه بالصوت قراءة ما، يعني لا أجزم إنه شعر، سأقرأ بصوتي الرواية المكتوبة بالعربي والتي ستترجم للإنجليزي مع الشرح الذي سمعناه وهو على قناة اليوتيوب كورونا تجب ما قبله، هاشتاج كورونا اندرسكور تجب اندرسكور ما اندرسكور قبله. سأبدأ في القراءة.
سأكتب قصة رواية ست شامية يستفيد منها الأقصى والداني، رواية ملوك شرق وغرب الأوطاني. استأذنت ستي أكتب غرائب زماني، قالت لي في مبيتها وفؤادي له حاني، ولدت لأم عرقها مصري ذات زمان، وأبي شامي يعلم ويشار له بالبنان، ليس لهما من بعضهما إلا شقيقتان. سأكتب رواية ستي هي ستي.